ما حكم الصلاة في مسجد به ضريح قريب من البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا.